وحول استمرار الصراع بين الصدر والإطار التنسيقي وعدم وجود حل حقيقي للأزمة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. أهلا ومرحبا بك دكتور حامد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. اجتماع الكاظمي مع الإطار التنسيقي أمس خلص إلى إيقاف التصعيد الميداني والإعلامي بين المتصارعين، ألا ترى أن غياب الصدر ورفضه لمخرجاته يعني أن الصدر متمسك بموقفه ولا يرى الإطار ولا يرى قادته محل ثقة؟ في البداية شكرا جزيلا عزيزي على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المشاهدين الكرام. حياك الله. الحقيقة هو يعني التغريدات اليوم اللي وضحت الصورة أكثر من يوم أمس هي الرفض القاطع للمشاركة في الحوار، هذه من ناحية. من ناحية ثانية أساسا الحوار هو لا يحمل أي شيء في طياته، خصوصا أنهم أرادوا يتحاورون، يعني الأطراف المتصارعة الفرقاء في العملية، ليس الطرف اللي يعني يقترب إلى وجهات نظر معينة، كأن يكون الإطار مع الرئاسات الثلاث والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. يعني العملية اللي يعني مثل ما يقول الكأداء هي تكمن في خراب البيت الشيعي، لذلك الحقيقة هذه هي من أسوأ الاحتمالات اللي ما كانوا واضعيها في ذهنهم نتيجة يعني التمادي في الفساد والفشل، وصلوا إلى أسوأ هذه الاحتمالات والخوف منها، وهو الصراع المسلح، يعني الاقتتال فيما بين الشيعة أنفسهم، ومن ثم إذا لا سمح الله إذا حدث شيء من هذا القبيل سوف تمتد العملية إلى البيوت، رغم أنه احنا نعرف بشكل جيد أنه البيوت الثلاث قد تهدمت أمام بيت الوطن، يعني وهذه أيضا من عوامل الكامنة فيهم في داخلهم من الفشل والإصرار على نهج المحاصصة المقيتة. هذا هو الوضع الحالي، لذلك غياب الصدر يعني شيء كثير بالنسبة لهم، يعني فشلت المحاولة في احتواء التأزم المتصاعد. نعم. في السياق كيف يمكن قراءة غياب زعيم ميليشيا العصائب قيس خزعلي عن الاجتماع؟ الحقيقة هناك يعني فبركة أو تخريجة إعلامية تم توزيعها، وهي أنه قيس الخزعلي وأحمد الأسدي باعتبارهم يقودون فصيلين، يعني العصائب وفصيل آخر، وكلوا أو أنابوا السيد هادي العامري بحضور الاجتماع. بس أعتقد هو أيضا يعني يضمر شيء مهم جدا، هو تقليل احتمالات الاحتكاك أو التشنج إذا في حالة حضور أحد من ممثلي التيار الصدري، وخصوصا إذا حضر السيد مقتدى الصدر، فيصير التشنج بين الطرفين أوضح، يعني لأن هناك أيضا يعني عداء شخصي مستحكم بين خصوصا بين قيس الخزعلي العصائب ومقتدى الصدر، يعني بالإضافة إلى وجود المالكي نفسه. يعني هذه هي عوامل الحقيقة تم تلافيها بأنه بعض الأطراف لم تحضر، وأساسا هو عدم حضور الصدر هو دليل قاطع على أنه هوة الصراع والخلاف سحيقة جدا يعني بين كل الأطراف. نعم. على الرغم من أن طرح الانتخابات المبكرة لم يوضع على الطاولة، لكن يبدو أنها كنتيجة حاضرة عند الإطار إذا ما وافق الصدر على شروط الإطار الأربعة. هل تعتقد أن الصدر سيوافق على شروط الإطار التنسيقي على الرغم من أن بعض المراقبين يرونها تعجيزية؟ لا، هو الواضح أيضا واللي تأكد اليوم من التغريدة من أنه الاجتماع كان هدفه هو تقاسم أيضا المغانم والحصص والبقاء على الكراسي، وقضية لا تتجاوز يعني لملمة الوضع فيما بينهم أو يعني إجراءات ترقيعية في صفوف الطبقة أو الطغمة السياسية الفاسدة المتحكمة بمقاليد الوضع في العراق، هو أراد أن ينأى بنفسه عن هذه العملية فرفض، وأنا أعتقد راح يستمر الرفض لأنه كل ما يتشدد هو في هذه القضية، خصوصا يعني أن هناك عوامل موضوعية تشجع أي طرف الآن ينأى بنفسه عن مجريات العملية إلى نهايتها، لأن هذه العملية السياسية البائسة فعلا أشرفت على سقوطها،
يعني، ولذلك نجد البعض بدأ يفكر بالقفز من السفينة نعم أثناء غرقها، هذا الواضح الآن. لذلك لم يكتفي السيد مقتدى الصدر ببعض الإجراءات الترقيعية، كأن يكون يعني انتخابات مبكرة أو غيرها، هو يريد أشياء أكثر من هذه حسب في اعتقادي. الوقت نعم الذي يدرك فيه دكتور حامد أطراف الصراع أنهم لا يملكون مشروعا سياسيا لا للحل ولا لإدارة البلد، هل تعتقد أنهم سيسعون لإطالة أمد الخلاف حتى يكون غطاء لهم من غضب الشارع العراقي المتزايد في ظل الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد؟ لا، هذه فرصة ليست بأيديهم الآن الحقيقة. الظروف الموضوعية أكرر، والظرف الاقتصادي والاجتماعي والأمني وتعقيدات الوضع السياسي عموما الآن، وخصوصا أن هناك في المنطقة الخضراء تم اختراقها، يعني تم اقتحامها، مجلس النواب عطل الآن أشبه ب يعني منتهي الصلاحية، هم أنفسهم لا يطيقون البقاء بهذا الشكل المعلق. لذلك أنا أعتقد يعني أشرفوا على أنه العملية فلتت من أيديهم، يعني قد يعني مثل ما يقول انفرط عقد الاتفاق نعم حتى في داخل الإطار. هناك صراع موجود أيضا راح سوف يتم الإعلان عنه، لأنه هذا العامري يفكر شيء، وقيس الخزعلي والمالكي والحكيم يفكرون شيء آخر. لذلك أنا أعتقد الأيام أو الساعات القادمة سوف تفضي إلى شيء آخر. يعني الشعب أيضا تأثيره هو هذا، هذه المخاوف الحقيقية، المخاوف مصدرها الشعب العراقي، إصراره واستعادة احتمال كبير، لأن جذوة ثورة تشرين المباركة ما زالها متقدة في نفوس نعم العراقيين. فننتظر أن هناك فعلا يكون ردة فعل الشعب العراقي في هذه المرة قاسية عليهم. نعم مع كل هذه المعطيات، إلى أي مدى ترى دكتور أن شركاء العملية السياسية في العراق في مأزق فعلي، وشبح العنف يقبع خلف كواليس هذا المأزق برأيكم؟ المأزق واضح، يعني أنا يعني أجزم أنه حتى ردود الأفعال الآن الإقليمية والدولية اتضحت من أنه الكل يتبرأ من أنه هذه العملية السياسية صحيح هو شارك بها لكن أخطأ، وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الآن الصحافة الأمريكية والمسؤولين الأمريكان يتحدثون بصراحة أنه هناك أخطاء وهناك فساد وهناك فشل على مدى 20 سنة، لذلك يرمون الكرة الآن في ملعب الطغمة الفاسدة. طبعا إيران أيضا بالمقابل، نتيجة أيضا هناك ملف لحد الآن لم يحسم، ملف النووي بين أمريكا ويعني الغرب من جهة وإيران من جهة نعم ثانية، وتحجيم دور إيران. هناك صراع إقليمي دولي الحقيقة على الأرض العراقية. أنا أعتقد الخلاص من هذه الطغمة سوف تكون على يد العراقيين أولا، ثم يتبرأ منها يعني الوضع الإقليمي العام الإقليمي والدولي، لأنه العراق لا يتحمل أكثر مما مر خلال 20 سنة العجاف على من تأريخه على الشعب العراقي، الذي يستحق نظام سياسي أفضل يليق به وبتطوره وبطاقاته البشرية وإمكاناته كدولة غنية، ليست دولة فقيرة تعتمد على قدرات الآخرين. المستقبل القريب سيكون مشرق إن شاء الله للشعب العراقي أن نتخلص من هذه الطغمة السياسية الفاسدة. نعم. نعم. عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.